عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عائشة، احكي لنا القصة ديالكم وديال الأخ ديالكم الله يرحمه والابن ديالو والزوجة ديالته والمشكل اللي دارت. القصة ديالي يا ولدي وديال الأخ ديالي والزوجة ديالو ومشكل الإرث هو التالي، وتنطلب من المشاهدين اللي غيقراو هذه القصة الحقيقية، هي ماشي قصة من الخيال ديالي وإنما قصة حقيقية ومرة، وكنطلب منهم يقراوها وتقسموها معايا ويرشدوني الى ما يبخلوش عليا الا عندهم شي فتوى، ما يبخلوش عليا الا عندهم شي ارشادات يقولوها ليا، وكنشكرهم بزاف. القصه ديالي انا السيده امل عائشه، وكان عندي اخ عبد اللطيف من مواليد 1952، تعرف على واحد السيده وتزوج بها على طاعه الله ورسوله وجابها لعنا للدار كتعيش معنا في الدار اللي خلى لينا الوالد الله يرحمه بالدار البيضاء. هاد السيده بقات معنا 7 سنوات، كانت الزوجه المثاليه اللي كتحافظ على الزوج ديالها، كتحافظ على الدار ديالها، كتحب عائله راجلها، ولكن العائله ديالها بقات كتجي عندها كتزورها وكتقول لها خاصك تولدي، خاص ضروري تولدي، خاصك تولدي لان الاولاد هما الوتاد، خاصك تولدي باش تبقاي شاده هاد الدار وباش تورثي من هاد الدار، لان كتعرفوا المغاربه الهم ديالهم هو الارث. هاد السيده عرفات راسها ما غاديش تولد الا بقات مع هاد، الا بقات حده حد الرجل ديالها، كبرات الفكره في راسها وبدات تتقلب شنو دير. اول ما بدات بالخيانه الزوجيه بدات مع العائله القريبه، واحد العائله اللي هي ديالنا وكنعرفوهم مزيان، ولات كتمشي عندهم وكتردد عليهم وكتبات عندهم. من بعد شهور جات السيده كتعلن عن الحمل ديالها، كل شيء فرح، قال الاخ ديالنا غيولد مسكين وغيفرح حتى هو بالدريه، ولكن كان اللي ما كناش كنتظروه، السيده حملات وولدت ابن. مرت السنين بقى معنا هذا الوليد وكبر بيناتنا مده 4 سنوات، وخرجت كتخدم، قالت لك هي باغا تخدم باش تعاون راجلها وتعاون ولدها، ولا الاخ ديالي كيتبعها، بدا كيشك فيها ولا كيتبعها وكيضبطها كل مره راكبه في الطوموبيل، وكيجي كيتفقص وكيعاود وتيقول انا لقيتها هنا لقيتها هنا لقيتها هنا. شتد الخصام بيناتهم والنزاع بيناتهم اللي دفعهم يطلقوا. هزات السيده الولد ديالها ومشات في حالتها لدارهم. الاخ ديالي بقى كيقول كيفاش هذا الشيء وقع، كيفاش وقع، قدر الله ومرض واشتد به المرض من كثرة الفقايس والغذاء، دخلناه للسبيطار خضع لعدة فحوصات، ومنهم طلب من الطبيب يقول قال باش يدير له تحليل واش هاد السيد كينجب ولا لا، واتضح بأن هاد السيد كان عقيم كان لا ينجب. وهنا كانت الصدمة الكبرى، أن السيد بقى تيتفقس كيفاش ولد هو ما كيولدش. وخرجناه من السبيطار قالنا الطبيب غير ديوه السيد راه ما عندوش العلاج غير ديوه، جبناه للدار واحد الحاله يرثى لها مسكين لمده 15 يوم مات فيها. وحتى الموت ديالو انا كنت كنشك فيها، وانني طلبت من عائلتي ندير تشريح للجثه ديالو، ولكن العائله ديالو وقفت قدامي وقالوا لي السيد مات وما كلاش تعد به وتمحنيه. وفعلا دفننا السيد وسكتنا وبقينا ساكتين، لان حنايا كنا كنقولوا هاد السيده غدات ولدها ومشات في حالتها، يعني ما غطالب بوالو، غادي غير نتمنى على الله حنا نسكتوا عليها وتبقى علاقتنا، ما ربما يكبر الولد ويسول فينا تبقى علاقتنا زوينه. ولكن كان العكس، ملي كبر الولد ديالها ناضت دعاتنا على الدار وكطالب بحق ولدها، وحكمت لها المحكمه الصالحه، حكمت ببيع العقار العلني وتباع العقار، وخرجت العائله ديالي تشردت في الزنقه على ما يلقاهم فين يسكنوا. مرت الايام وطالبنا حنايا نضنا كنقولوا اشنو نديروا اشنو نديروا نقفوا ضد هاد السيده، طالبنا بلا دين، ولكن المحكمه ما استجباتش لهاد الطلب. وهاد الايام ناضت ما وقفاتش هاد السيده عند داك الحد وعلى داك التكرفيس اللي كرفساتنا، وطلعتنا هبطتنا في المحاكم، والمحامي ديالنا حتى هو كنا كنغوتوا معاه كنقولوا ليه هاد السيد ماشي ولده دير الاجراءات، ما دار والو. والمحكمه حتى هي نهار الجلسه ديال البحث معاها صرخنا في وجه القاضي وكنقول له هاد السيد هاد الدري راه ماشي ولدنا يا قاضيه ماشي ولدنا، ولكن
لا حياة لمن تنادي، تش واحد مستجب الطلب ديالنا ولا الكلام ديالنا. تبع العقار ودازت الايام، وهاد الايام دارت دعوة جديدة على المزرعة اللي في البادية، يعني كطالب بحق ولدها. هاد الولد اللي هو ماشي شرعي وماشي ولد ديالنا، وغتبقى تنهبنا وتسلبنا وتدي لنا شي حاجة اللي ماشي مشروعة وماشي من حقها هي ولا من حق الابن ديالها. دابا انا من هاد المنبر كنطالب وكنقول بغيت المحكمة تستجب لينا إلا درنا الطلب، وتسمع لينا وتحقق لينا ما بغينا. حنا بغينا كنطلبوا بلا ديان ديال هاد السيد، باش نتأكدوا منه واش هو فعلا يليد أو لا يليد. ولكم الشكر الجزيل. غير بالنسبة كتشكوا في الوفاة ديال الأخ ديالكم، أنت قلتي بأنه مات بالفقصة، كيفاش كتشكي فيه بأنه توفى ماشي طبيعي؟ لأن الحالة ديال ولدي ما كانتش طبيعية. لان السيد ضعف بزاف، والسنان ديالو خرجوا. راه نوصف لك، راه خصك يمكن انت تشوف، ما غاديش تصدقني. السنان ديالو هبطوا وخرجوا من بلايصهم، هادو هبطوا وهادو طلعوا. ضعف بزاف وسنانو خرجوا من بلايصهم. دابا الناس ملي شافوه قالوا لينا هاد السيد كان تياكل شي حاجه بشويه. هذا كان تيدار له شي حاجه يعني اللي ما غتبانش. شكينا هذاك الشيء، علاش كنت بغيت ندير التشريح باش نتاكد، باش نوصل للحقيقه. العائله كنت بالشك، بغيت نوصل للحقيقه، ولكن العائله ديالي وقفت قدامي، قالوا لي السيد مات ما كلاش بقيت محني فيه. السيد كان مريض، كان الكلها تيردها، الماكله ما كتبقاش ليه يفكر شو. شحال تقريبا ديال الوقت الحاجه كان كياكل كيردها؟ يعني كتبقى في كرشو، اش نقول لك، ربع ساعه ما كملاش. لا، شحال ديال الوقت في هذه الحالة هذه، شحال ديال المدة الزمنية ديال ماشي يعني ربع ساعة، لا شحال يعني من يوم، شحال من شهر، شحال من شحال من يوم؟ 15 يوم كان فيها كل شيء، كانت كافية لكل شيء، فيها مرض، فيها شد الفراش، فيها مات، يعني كل شيء جا سريع. يعني أنتم هذا المشكل ديال 15 يوم هو اللي خلاكم تشكوا؟ خلانا نشكوا. وكنا واللي جعلنا نشكوا هي الحالة اللي وصل ليها. الحالة اللي وصل ليها، الحالة الصحية اللي وصل ليها. ديال أنه ما كيولدش، ما عندكمش شي وثيقة بقات ليكم، خلى شي وثيقة، خدا شي وثيقة من عند الطبيب، هذاك الطبيب اللي قال له بحال ما هكا، يعني ما خديتوش شي وثيقة؟ حنا الطبيب أسيدي قال لنا خرجوا، ما بقى عنده ولاد، وحنا ما بقينا كنفكروا في والو. ما بقينا كنفكروا لا ناخذوا شي وثيقة لا والو، ولا بالنا غير مع السيد، واش غيموت، غيعيش، واش غيجرى. يعني ما خديتو والو؟ ما خدينا والو. شنو هي الرسالة ديالك للعائش؟ الرسالة ديالي يا سيدي، هو اللي قرا هاد القصة يغير هاد المنكر ولو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واللي قدر ما يبخلش عليا بإرشادات وبشي فتوى، وبغيت أنا نوصل للحقيقة، وبغيت أنا المحكمة تسمع ليا ودير معايا وديروا لضيان لهاد الدري، باش نتاكد منه بانه راه ابن اخي، وبان هذاك الشيء اللي دات راه حلال طيب عليها، لان باقا باغا تسلبنا، وباقا باغا تاخذ اللي ماشي